أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يجزي قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة؟ هل يحصل له فضل قراءة سورة الكهف؟ لا، قراءة الكهف سورة الكهف يوم الجمعة، قراءتها يوم الجمعة، وأحسن ما يكون أن تكون بعد طلوع الشمس، لك من طلوع الشمس إلى غروب الشمس. إذا قرأت في أي ساعة ما بين الطلوع والغروب فقد أجزأ.